أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح، ونعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا أبو سامي من الخرج يقول: ما هو العلاج للذي أصيب بالغم والكرب والحزن والأمراض البدنية وعلاج القلق والوسوسة والعين والسحر حفظكم الله؟ هذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون مرضه نفسياً فيراجع الأطباء النفسانيين لعلهم يجدون له علاجا، وإما أن يكون مرضه وساوس وهموم وأحزان من الشيطان، هذا علاجه بذكر الله عز وجل وبالأدعية الصحيحة من القرآن والسنة وبالورد صباحا ومساء، وقبل ذلك بالمحافظة على الصلوات الخمس، فإنها عون للعبد على كل أموره، كما قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم.